احبائنا المشاهدين في كل مكان بنرحب بيكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم انت تسال والانجيل يجيب اشكر الرب لاجل وجود الاخ الفاضل الدكتور حليم حسب الله خادم الانجيل بنرحب بيك يا دكتور في هذه الحلقه رب يباركك ومازلنا بنستقبل ونحن مستمتعين ومرتاحين ان نتكلم في موضوع الراحه حضرتك انت تعلم تماما ان هذا الموضوع الكل يبحث به على مدار التاريخ والتاريخ يعيد نفسه بطرق كثيره، حضرتك اشرت في الحلقات السابقه الانسان يبحث عن الراحه في التكنولوجيا، في الترفيه، الانسان يبحث عن الراحه في المال، في الشهوات وما البحث مستمر. نعم. ايه رايك في موضوع البحث ده طيب؟ طبيعه الانسان ده شيء طبيعي، حاجه مم. مهمه ان الانسان شعر بالاحتياج اليها. مم. وهي الراحه، مين مننا كبشر يحب التعب لنفسه او التعب لغيره؟ طبعا كلنا بنبحث عن الراحة ونحب نكون مستريحين ونقضي حياة هادئة مطمئنة يعني زي ما بيقولوا حفنة راحة ولا أنطر تعب مم. يعني لكن للأسف بعد نتائج البحث الرهيبة والمضية الإنسان ما بيجدش الراحة بل بالعكس أحيانا العلم بيزيده شقاء والتكنولوجيا بتزيده هم وتعب فين بقى طريقة البحث الحقيقية اللي فيها يوصل الانسان للراحه الحقيقيه مش المزيفه. هو الحياة الانسان يعرف يبحث في البعد عن الله لعله يجد كل مم. واحد لعله يجد لكن الشيء اللي بيطمن مش احنا اللي بنبحث الله بيبحث عنا لراحتنا. جميل في فرق بين الاثنين في لا. فرق بين ان انا ببحث عن الراحه فانا بدور فين؟ في الممتلكات في التكنولوجيا العصريه زي ما انت كنت بتقول تمام في الاشياء اللي لعل اجد فيها ما يروي ظمئي فانا ببحث في اشياء زمنيه ملموسه محسوسه لكن ما بفكرش في البحث عن الله لكن رائع ان الله اللي خلقني هو اللي بيبحث والله عنه الله اللي بيحبني هو بنفسه اللي بيدور عليا عشان يريحني فالله اللي بيبحث مش انا اللي ببحث يبحث عن الانسان عشان كده لما شبهه شبهه بخروف ضل وابتعد عن الراعي تمام فالراعي في محبه قلبه ما سابش الخروف في متاعبه تخيل كده خروف ابتعد عن الراعي وابتعد عن القطيع هيكون شكله ايه هيكون شكله إيه؟ في وواحدة. قمة التعب والصراخ نعم. بدور على الراعي مش لاقيه بدور على اخواته مش لاقيهم يجري شمال ويجري يمين ويصرخ اسال رعاه الغنم يقولوا لك على هذا الكلام نعم شمال ويمين ويبتدي مأمأ عاوز يقول فينك يا راعي بس هو مش قادر يوصل لكن الراعي اللي بيدور عليه ويوصل لغايه عنده ومتى وجده يحمله على منكبيه فرحه <applause> كده الكتاب يقول يذهب لاجل الضال حتى يجده ومتى وجده يضعه على منكبيه فرحا يبقى اول حاجه لازم ندركها ونعرفها الله نفسه ان الله هو الذي يبحث عنا لراحتنا المشكله اللي بتواجهنا بينما الله يبحث عنا لراحتنا لكنه يريد منا شيء وهو أن نشعر بالاحتياج الفعلي إليه يعني الله ما يرغمنيش لكن الله بطريقة أو اتنين و ومية يتحدث إلي كأنه بيقول لي لقيت راحتك في الأمور اللي أنت كنت بتتعب فيها لا طب تعال تعال فبيكلمني يحترم إرادتي حتى وإن كان يبحث عني فالشعور بالاحتياج إلى الراحة لا والشعور بالاحتياج الى الرب المريح ده يخلينا نتقابل انا والرب سوا لازم اشعر بالاحتياج لان الله لا يرغمني وعلى فكره الشعور بالاحتياج يتولد في قلب الانسان بعد ما يختبر الفشل في كافه الامور التي يريد ان يصل من خلالها الى الراحه أدي مثال بسيط للتوضيح تفضل لما تقرا عن المراه نازفه الدم في يعني. انجيل مرقس 5 25 يقول لك امراه كانت بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنه 12 سنه دورت في ال 12 سنه على اللي يريحها دورت فين؟ دورت على الاطباء من الصغير للكبير لكن يقول الكتاب تألمت من اطباء كثيرين وصارت الى حال اردأ وقول كمان انفقت كل ما عندها وقول كمان انفقت معيشتها وقول لم تنتفع شيئا يبقى اذا كل الاشياء دي اللي جريت فيها على مدى 12 سنه لم توفر لها الراحه على الاطلاق وانا دايما بقول الاطباء في هذه المعجزه صوره لعمليه الارشاد التي تقدم من الانسان للانسان مم. المتاعب لا تحل بالارشادات يعني اقعد انصح التعبان قد ما تنصحه يقول لك أنت مش شاعر بيا، مش بس مش حاسس بيا. دي أبسط كلمة. مم. دي أبسط كلمة يقول لك أنت مش حاسس بيا، أنت بتتكلم كلام في الخيال. بالظبط. أنت لو عارف ظرفي واللي كسر قلبي ونفسيتي المحطمة، ما كنتش تقول لي الكلام ده، الله يخليك كف عن الكلام، أنا شبعان من الكلام. صح. وأعتقد يمكن اللي عملوه أصحاب داوود بنفس الطريقة. أصحاب أيوب. تعبوه تعبوا قلبه. نعم. بالنصائح اللي قدموها. فالراحة مش عايزة نصائح تقدم. مم. لكن الراحة تحتاج أصل إلى شخص عنده الراحة بس الشخص ده أروح له إزاي ما كنتش أسمع عنه لازم أسمع عنه الأول تمام ولذلك رجع تاني لنزفة الدم مع أني قلت ألمت من أطباء كثيرين وصارت إلى حال أردن أردأ ولم تنتفع شيئا يقول لك أخيرا سمعت بيسوع الكلمة دي اللي بتشدني قوي أخيرا سمعت بيسوع فلما سمعت بيسوع أكيد سمعت كلام طيب الخبر اللي وصل حضرتك ليك كم سنة بتعاني من نزيف الدم 12 سنة أنا ما دي تقول لها طب أقول لك على حاجة تفضلي أنا عانيت بقى 18 سنة كنت ماشي على أربعة إيدي ورجلي الشيطان كان كسر قلبي ومستعبدني وزللني ولا حد حاسس بيا من البشر لنفع فيها الدين ولا التدين ولا الهيكل حتى كنت بروح كل سبت وما نفعش الكل ده لكن في يوم من الايام وانا في الهيكل ودخل واحد طلعته بهيه محلاه مجد يا رب وبص عليا كده وقال لي تعالي تعالي انت محلوله من ضعفك وحط ده على ظهري استقمت في الحال والشيطان اللي اسرني خرج وبقيت انسانه محرره بعد 18 سنه تعب وذل ما بعد ذل انا اعتقد خبر وصلها زي كده تقول مع نفسها طب انا 12 سنه وهي 18 وشفاها مش ما يقدرش يشفيني بيننا. انا طبعا وبتخيل وهي بتفكر راح لها واحد بقى خبط على الباب بكل احترام والله سمعت عن مرض حضرتك انك اتالمت من اطباء كثيرين وعرفت ان الاطباء بيعوك الفراش اللي بتنامي عليه سلبوكي مم. بس عايز اقول لك على حاجه انا 38 سنه عند بركه كنت مستني ملاك مش الاطباء ينزل يحرك الميه انتوا ما نفعوش معاك الاطباء وانا استنيت الملاك ينزل خبزني لا نزل ولا شفته 38 سنه لكن جه طلع بهية وحلو وابتسم في وشه وقال لي انت تحب تشفى اتريد ان تبرا قعدت ارغي معاه واقول له سنين طويله في المرض وتعبت وما ليش وقال لي انسان, إنسان. فواحده شاكت من الاطباء والتاني شكى من الناس والملائكة يعني لا نفعت الناس العادية ولا الملائكة ولا الأطباء ولا الملائكة قال لي طيب قوم احمل سريرك وامشي قمت زي الحصان شلت السرير وجريت ايه ده؟ انا ما هي الاخبار دي لما وصلتها تفكر في نفسها وتقول ايه؟ ايه اللي مخليني ساكته؟ طب وانا ايه اللي مخلاني ساكته؟ صح واللي مقعدني؟ طب اوصل له فين وازاي؟ <applause> عرفت ان الرب يسوع ماشي في طريق وزحمة حواليه تخطت كل العقبات وراحت وصلت عند الرب وبإيمان بتقول مع نفسها لو لمست هد بسوبه لشفيت أشفى مية في المية ده حاجة مضمونة وفعلا لمست هد بسوبه وخرجت قوة من الرب وهي نالت الشفاء إيه اللي خلاها راحت للرب شعورها بالاحتياج إلى الرب دعم. مش الى بعد الفشل كل الوسائط، كل الوسائط، عايز اقول النهارده ان البحث عن الراحه عند الملائكه بحث فاشل. نعم. مع احترام الشديد وخاصة دي خلائق الله الرائعة التي مرسلة لخدمة العاتدين ان يخدموا العاتدين ان يرثوا الخلاص. نعم. ان بحثت عند الاطباء والمرشدين مم. مهما كانت ارشاداتهم انا اسف ان اعطوني احساس بالراحه فهو احساس وقتي مش كلي وان بحثت في وسط الناس هيسببوا المتاعب اكثر فلا ينفع فيها ملائكه ولا, ولا ينفع فيها بشر ولا, ولا حتى المرشدين الناس. والاطباء نعم لكن مين اللي ينفع فيها هو بس هو بس الرب يسوع له كل المجد عشان كده كف عن بحثك لان الرب يبحث عنك ده رقم واحد هو الذي يبحث اشعر باحتياجك اليه، تقابل معه الان وتاكد في المقابله معه لابد ان تحصل على الراحه الحقيقيه. المتاعب تاتي يا اخ هاني نتيجه فضل. الضغط النفسي النابع من شكايه الضمير بسبب السقوط المتكرر في الخطيه. تمام لما انا اروح للرب وقول لي مغفوره لك خطاياك كلمه سمع. انزاح الذنب من على كاهلي التقط انفاسي وفتح عيني واقول له شكرا يا اللي ريحتني وده اللي حصل مع واحده خاطيه سمعت ان الرب يسوع مضيف في بيت واحد اسمه سمعان الفريسي نعم ما عملتش اعتبار لهذا الرجل يقول اللي عاوز يقوله ولا للناس اللي حواليه وراحت للرب يسوع عند قدميه وهي جامل من تبكي وانفعلت ببكائها غسلت قدمي الرب يسوع بالدموع ومسحت شعر مسحتهما بشعر راسها سمعت من الرب احلى واروع كلام ما سمعوش سمعان الفريسي قال لها مغفور لك خطاياك خطأي ايه واقع هذه العباره على حياتها الداخليه ضمير ارتاح لما يسوع قال لي سماح نعم فعشان كده لما يقول لي مغفوره لك خطاياك هجد الراحه كلها وامضي بسلام ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام فهو يهب الراحه عشان كده لا تبحث هنا وهناك بل تعال الى من قال تعالوا اليه اعزائي المشاهدين في كل مكان ان الحاجه الى واحد لا تبحث هنا وهناك لكن تعال زى ما قال المرنم تعالوا تعالوا يتعابى من العالم الحزين تعالوا خذوا السعاده من فادي العالمين هتنسوا هموم العالم في لحظه في طرفه عين في لحظه في طرفه عين الناس ممكن ينسونا لو منتظر الناس لكن يسوع امين في الضيق بيتركونا لكن يسوع معين هو اللي بيسندنا في الضيق وفي الانين تعال إليه مهما كان مرضك تعال إليه مهما كان ألمك هو يقدر يغفر ويقدر يشفي قال كده في مزمور 103 الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك تعال واستمتع بجماله البارع اللي يعرف يفيد فيك ويديك راحة ويديك أمان ويديك سلام وتعيش وانت في الأرض هنا في أحلى وأعظم حضن حضن المسيح اللي يرتاح في قلبك ونفسك وروحك والى ان نلتقي في حلقه قادمه استودعك لمحبه المسيح ورحمه القدير تكون معك